السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة انتصار أمريم. كنتمنى تكونوا بألف خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديالي، ولا كنتي أول مرة كتكتشفي قناتي ما تنسيش تنضمي للعائلة ديالنا والضغط على زر الاشتراك باش توصلي بجديد الوصفات. وكنرحب بالناس الجدد اللي تحقوا بالقناة، كنقول لكم مرحبا بكم وألف مرحبا. وصفة اليوم غادي تكون عبارة عن بوشنيخة اللي غادي نشاركها معكم بمقادير بسيطة وطريقة سهلة ومبسطة، وغادي نشاركها معكم اليوم بدون آلة توريق أو بدون الآلة الخاصة ببوشنيخة، خصوصا السيدات اللي ما كيتوفروش عندها الآلة هذه. فاليوم سهلت عليكم وغادي نشارك معكم بوشنيخة غير بواحد القرعة تاع الماء اللي كتكون فارغة. غادي نتخرج منها واحد بوشنيخة اللي كتجي خطيرة في المنظر ولذيذة ورائعة في المذاق تاعها، كتجي هشيشة وكتدوب في الفوم ومقرمشة في نفس الوقت. اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. خليكم مع الفيديو تكتشفوا المقادير والمكونات وفرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو عندي هنا نصف كيلو ديال الدقيق الابيض، ممكن تضاعفوا الكميه الا بغيتوا واحد الكميه اللي هي كثيره. بالنسبه لهاد المقادير اللي غنعطيكم غادي تعطينا كيلو ديال البوشنيخه. غادي نحتاجو كاس ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الخل، وجوج معالق كبار ديال ماء الزهر، قبسه ديال الملح، ملعقه صغيره ديال القرفه، ملعقه كبيره ديال النافع، وحبه حلاوه اللي صهدتهم شويه وطحنتهم وغربلتهم. غادي نحتاجو خميره الحلويات من وزن 8 غرام، و 125 غرام ديال الزبده. درت انا هاد الزبده ديال البواطه 125 غرام، كتكون واخده درجات حراره المطبخ. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ هنا الكميه ديال الدقيق اللي عندي، غادي نضيف عليها 125 غرام ديال الزبده، وغادي نحاول نلبس هذاك الدقيق بهاد الزبده، يعني كنبقى كنمزج فيهم هكا مزيان حتى كتلبس ليا داك الدقيق بالزبده كامله. وضروري تكون الزبده واخده درجه حراره المطبخ باش هكا كتجينا ساهله نخدمو بها. هنا من بعد ما خلطت الزبده مع الدقيق مزيان غادي نضيف النواشف، ضفت الملحه، غنضيف القرفه، وغنضيف ديك المعلقه ديال النافع وحبه حلاوه اللي طحنتهم، وضروري ما نغربلوهم مزيان باش هكا ما يتقبوش لينا العجين ديالنا. هنا من بعد ما ضفت جميع المكونات، ضفت الخميره الحلويات، وغادي نضيف هنا السوائل، ضفت معلقه ديال الخل وجوج معالق كبار ديال ماء الزهر. وهنا غادي نبدا نضيف الحليب بالتدريج وانا كنخلط. انا هنا كيف قلت لكم درت كاس ديال الحليب، وكتبقى الكميه على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم. بالنسبه لهاد نصف كيلو ديال الدقيق فانا كفات ليا كاس ديال الحليب قد قد صافي. هنا كيف كتشوفوا بقيت كنخلط حتى غادي نحصل على واحد العجين اللي كيكون متماسك. بالنسبه لهاد العجينه هذه ما غاديش نخليوها قاصحه بزاف بحال العجينه ديال الشباكيه اللي حنا معتادين عليها، بالعكس غادي تكون شويه مرخوفه عليها لان غادي نخدموها غير في القرعه كيف غتشوفوا معايا. هنا من بعد ما جمعت العجينه حطيتها فوق سطح العمل وغادي نتلكها مزيان. من اسرار نجاح البوشنيخه تاعنا العجينه خاصها تكون مدلوكه وتكون مطلوقه مزيان. هنا من بعد ما غادي نتلكها مزيان كيف غتشوفوا غادي نجمعها وغادي نحطها في واحد الاناء ونغطي عليها ونخليها ترتاح واحد المده ديال 30 دقيقه. ومن بعد ما مرت هنا 30 دقيقه كيف كتشوفوا خديت العجينه تاعتي وغادي نعاود نجمعها مزيان. هنا رطابت ليا وارتاحت البنات، غادي نعاود هكا نجمعها وغادي ناخذ واحد السكين ونقطعها هكا الكويرات اللي كيكون الحجم ديالهم شويه صغير باش هكا يجوني في القياس ديال القرعه اللي غادي نخدموا بها. بالنسبه لهاد الكويرات حتى هما غادي نعاود نجمعهم ونشكلهم هكا بواحد، نعطيهم واحد الشكل بيضاوي صافي. وغادي نجمعهم نحطهم في واحد البلاطو ونغطي عليهم بالبلاستيك، وغادي ناخذ يعني كويره واحده الاولى اللي غنخدم بها، والكويرات الاخرين غادي نغطي عليهم باش هكا ما ينشفوش ليا مع الهواء او الجو. صافي كيف كتشوفوا هنا غادي نحتاجو باش غادي نقادو البوشنيخه او نصيبو البوشنيخه تاعنا، غادي نحتاجو لهاد القاروره او هاد القرعه ديال الماء اللي كنقتنيوها هكا وكناخذو من داك الماء اللي فيها. ومن بعد كناخذو القرعه وغادي ناخذ واحد الموس وغادي نقطعها هنايا على جوج كيف غادي تشوفوا غادي نقطعها. وبالنسبه للغلاقه تاعتها كناخذ واحد القطيب اللي كنحطو فوق النار حتى كيسخن مزيان وكندير فيها عده ثقوب. بالنسبه لهاد الغلاقه هذه انا درت فيها 6 ديال الثقوب، ولكن من بعد البنات غادي نبدل الغلاقه غندير وحده اخرى وغندير فيها 10 ديال الثقوب باش هكا البوشنيخه تاعتي تجيني كلها خيوط وتجيني يعني الشكل تاعها كيجي زوين في المنظر وكتجي مشعبه وكتجي بنينه البنات ومقرمشه. كنصحكم باش تجربوها. وبالنسبه لهاد الفكره هذه ديال القرعه فانا قلت نشاركها معكم بما اننا احنا مقبلين على شهر رمضان ان شاء الله، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة
بالصحه والسلامه. وكاينين بعض السيدات اللي كيبغيو هكا باش يوجدوها في البيت ديالهم وما كيتوفروش الاله الخاصه بالتوريق او الاله الخاصه باش نخوش شبكيه. فاليوم انا سهلت عليكم، يعني غير بهذه القرعه ديال 2 دراهم ممكن حسنتي في البيت تاعك تصايبي باش وتفرحي بها وتفرحي بها الوليدات تاعك وتزيني بها مائده الافطار ان شاء الله. كيف كتشوفوا هنا خديت كميه ديال العجين ودرتها في هاد القاروره وبقيت كندفع بالاسبوع تاعي. كاين واحد شويه المجهود البنات، يعني ما نقولش لكم ساهله 100% ولكن حتى حاجه ما كتكال بالسهل، ضروري شويه المجهود. بما ان هذه ماشي اله غير واحد القرعه فكنبقاو ندفعوا بالاسبوع تاعنا حتى كيخرجوا لنا دوك الخيوط. من بعد كيف قلت لكم انا هنا كنديرها غير 6 الثقوب فكيخرجوا لي 6 الخيوط كنضوبلهم باش هكا كيوليو عندي 12. ولكن من بعد البنات درت غلاقه اخرى ودرت فيها 10 ديال الخيوط. صراحه جاتني زوينه اللي فيها 10 جات حسن. انا كنصحكم الا بغيتوا ديروا دوك الثقوب ديروا 10 ديال الثقوب فكتجي احسن من هذه اللي فيها 6. بالنسبه لهذه كتجي الشكل ديال بوشنيخة وكتجي زوينه ولكن ما كتجيش كبيره وعاطيه العين كيف كنقولوا، ما كتجيش عامره بزاف صراحه. انا ملي درت الغلاقه الاخرى فتحذف لي المقطع، ما كنسحب راسي واش كنصور ولكن في نفس الوقت كانت الكاميرا طافيه. المهم البنات صافي هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله كيكون هذا هو الشكل ديالها. خليتها واحد المده ديال 2 ساعة حتى ارتاحت ونشفت ليا مزيان كيكون هذا هو الشكل ديالها. غادي ندوزو دابا باش نطيبوها. هنا درت واحد الكميه ديال الزيت وخليتها حتى سخنت مزيان ومن بعد خفضت درجه الحراره ديال النار وغادي نحط القطعه ديال بوشنيخه ديالتي على نار اللي هي مهيله والزيت خاصها تكون سخونه ضروري. بالنسبه للنار خاصها تكون مهيله هكا باش بوشنيخه ما تخطفش لينا وتطيب من برا تحمر وتبقى خضره من الداخل. ملي كنمهلوا النار فكتجي طايبه من برا وكتجي طايبه من الداخل وكتجي مقرمشه بزاف. صافي هنا غادي نحطها وغادي نخليها، يعني ما غنحتاجوش باش نبقاو نقلبوا فيها نهائيا لان الزيت مغطيها كامله من الفوق. غادي نخليها حتى كيذهب لي لونها وكتاخذ واحد اللون اللي هو ذهبي ومن بعد غادي ندوزو باش نحيدوها ونديروها في العسل. وكيف كتشوفوا هنا بوشنيخة تاعتي بعد ما خدات هذا اللون اللي هو مذهب ما كتحتاجش يعني باش بقاو تقلبوا فيها، ما عليكم غير ديروا في الاول واحد الكميه تاع الزيت اللي هي كثيره كتكون مغطيها وكتخليو الزيت حتى كتسخن وكديروا النار اللي هي مهيله راه هي كطيب يعني كلها في مره واحده وكتاخذ لون هذا اللون اللي كيكون مذهب وكيكون زوين. صافي مباشره من بعد ما كنهز الزيت وكنسقطرها مزيان من هذاك الزيت اللي الفائض ديال الزيت كنزولو منها كنحطها مباشره في العسل وكن خليها في داك العسل مرقده يعني حتى كتشربوا مزيان على ما طابت لي الكميه الثانيه ديال بوشنيخه اللي غندير وعلى باش كنحيدها من العسل. ولا من الاحسن عندنا دير واحد الاناء اللي هو كبير ودير واحد الكميه تاع العسل اللي هي كثيره وخليوها قد ما بقات في العسل كتعطي واحد النتيجه اللي هي زوينه. صافي كيف كتشوفوا معايا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله ديال بوشنيخه. فما كطيب ليا واحد الكميه كنحيدها وكنحطها في العسل وكنعاود نضيف كميه اخرى. هنا حاولت نزيد واحد الكميه تاع العسل باش هكا البوشنيخه تاعي تجي شاربه العسل مزيان. وصافي هذا هو الشكل ديالها النهائي. كنديرها هنا في واحد الكسكاس باش كتسقطر ليا كامل من العسل وكيزول من داك الفائض ديالو. ومن بعد غادي نتلاقى معكم باش نزينوها ونوريكم الشكل النهائي ديالها.
وهنا بعد ما كملت بوشنيخه ديالتي في الطياب كامله وخليتها حتى تسقط راس من هذاك العسل مزيان، فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. غادي نديرها هنا في واحد الطبسيل باش هكا نزينها معكم. كندير واحد الطبقه ديال بوشنيخه وكنرشها بشويه تاع الجنجلان اللي نقيته وصهدته شويه في المقله، وكنعاود ندير طبقه اخرى بوشنيخه وكنعاود نزينها حتى هي بالزنجلان. كنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. بالنسبه للبنات هاد نص كيلو ديال الدقيق اللي شاركت معكم فعطاني كيلو ديال بوشنيخه اللي كتجي خطيره في المذاق تاعها، متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم، لانها كتجي كتذوب في الفم وكتجي مقرمشه في نفس الوقت. وكيف كتشوفوا الشكل ديالها كيجي رائع. وسهلت عليكم البنات خصوصا السيدات اللي كيحماقوا عليها وكتعجبهم بحالي وما كيقدروش يديروها لانهم ما كيتوفروش على الاله الخاصه بالتوريق، فاليوم انا سهلت عليكم بقرعه ديال الماء ديال 2 دراهم. غادي تصايبي حتى انت بوشنيخه وغادي تسعدي شهر رمضان وغادي تصايبيها لوليداتك وتزيني بها مائده الافطار ديالتك، علاش لا؟ حتى حاجه ما صعيبه، كل شيء سهل وكل شيء نقدروا نوجدوه بيدينا. هنا غادي نهرس معكم وحيده البنات او غادي نحل معكم هذه الوحيده هذه باش تشوفوها كيف كتكون، راها كتجي هشيشه هشيشه كتذوب في الفم وفي نفس الوقت فيها واحد القرمشه والمذاق ديالها هائل ومميز، اكيد غادي تحمقوا عليها الا جربتوها. كنتمنى لا فيديو ديالي نال الاعجاب ديالكم وتعجبكم هذه البشنيخه هذه وتوجدوها لوليداتكم وتستعدوا بها لشهر رمضان ان شاء الله. كيف ديكم قديكم الله يدخلوا علينا وعلى بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. وإلا عجبكم لا فيديو ديالي ما تنسونيش من اللايكات والتعليقات وتبارطاجيو الفيديو مع أحبابكم وأصحابكم وفي مواقع التواصل لتعم الفائدة. خليكم في أمان الله.